المنظومه دي يا فندم احنا لو لاحظت ان في وحده كده وحده خاصه بجيب بطرس ده موثق موجود النهارده في اللحظه احنا بنتكلم فيها في 7 لحضرتك يا فندم. الوحده ديت موجوده في مركز انشاؤه معالي وزير العدل بشرايح رقم 3321 في تاريخ 11/9/2023 سيادته انشا وحده مركزيه الكترونيه لمحررات الشهر العقاري عن بعد. هذه الوحده تم ربطها مع وحدة إطار شهادات العقار في كافة الأماكن التي وشناها بها، ونستطيع من خلالها المواطن أن يتعامل مع الوحدة لاستمرار التوكيل. هناك إجراء شكلي لازم يتأكد منه الموثق، وهو أن هو يتأكد من أن الشخص اللي كان هو صاحب البطاقة، يتأكد أن التوكيل بتاعه اللي إحنا عايزينه هنا التوكيل سواء من الموثق أو من المواطن هو توقيع إلكتروني. تم ربط التوقيع الإلكتروني لهذه الوحدة، تم ربطها هذه الولايه المعنيه اللي هي سيده المسؤوله عن التوقيع الالكتروني للتاكد من ان التوقيع دوت صالح للاستخدام ثاني وان لا يخص الشخص الذي يستخدمه. ففي باسورد على التوكن لازم يتم ادخاله من خلال هذه الوحده، ويتم ربط جي تو جي ما بين هذه الوحده وقواعد بيانات الترصيد المعموله في هذه المنشاه الالكترونيه وهذه الوحده الالكترونيه التي تم استحداثها في شهر سبتمبر الماضي. احنا استاذن حضراتكم، احنا طبعا خساره بس وحسره على وضع حضراتكم. هو الشاشه لما تطلع المواطن بيختار منها نوع الخدمه اللي هو عايزها. هل هو عايز خدمه المحاكم المدنيه؟ هل هو عايز خدمه المحاكم الاقتصاديه؟ هل هو عايز خدمه التوكيلات الخاصه بالشهر العقاري؟ احنا هنا اخترنا هذه الخدمه اللي هي خدمه مستحدثه. اول ما بيتم اختيار الخدمه المطلوبه بيحط البطاقه بيعمل لها سكان من خلال هذه الوحده. البطاقه بياناتها بتتفك او سي ار، يعني مش محتاج الواطن يدخل بيانات البطاقه، المطاقه بتعمل لها سكان، البيانات بتتاخد من على البطاقه مباشره وبتتسكن في الاماكن المخصصه ليها داخل هذه الشاشه. بندخل بعد كده بيانات المحامي، اسم المحامي، عنوان المكان موجود وهدف الخدمه. بيتم استعراض نوع التوكيل اللي هو عايزه، هل هو توكيل رسمي عام؟ هل هو توكيل رسمي عام منيح الصلح، منيح الابراء، منيح الاقرار؟ بيختار من خلال الوحده النوع التوكيل اللي هو عايزه. وبعد كده بنفتح سيشن او جلسه مع الموثق. بياخدنا يا فندم 9 دقائق، مش عايزين نتصور انها بتاخد وقت كمان. بيفتح السيشن مع الموثق، ضعف الصوره لتواجدنا بس في الملاح، يعني هو طبعا في المحاكم المربوطه بخط فايبر، فبالتالي الصوره دايما دي. الموثق بيأذن للمواطن بإجراء التوكيل والدفع الالكتروني. اتفضل يا فندم. أرسلنا طلب سيادة الشرطة في الدولة. هنكرر برضه يا فندم، الصورة مش واضحة، نظرا للخط الربط اللي احنا رابطين بيه هنا في بي ان مش فايبر زي اللي موجود في المحاكم. الخطوط الموجودة في المحاكم هي خطوط فايبر، وبالتالي الصورة بتبقى نقية وكأنها جلسة تجديد حبس عن بعد. يعني يا سادة القضاة الحاضرين يعلموا جودة المنظومة. رأي يا فندم؟ بس بعض السادة يعني لا الجهاز اللاسلكي وأثر على خط الـ VPN. بقول لك يا وليد، المكن ده في المكن كده على خطين. المكن ده يا فندم احنا بدأنا في محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية. هذه الوحدة مستهدف تشريعها في 500 مقر بالتعاقد مع الجهة المنفذة لهذا المشروع بالتعاون مع وزارة العدل. ولكن الحقيقه القيمه الحقيقيه لهذه الوحده هي تواجدنا لخدمه ابناء الدوريات المصريه. حضرتك تتخيل ان لو في مواطن عايز يعمل توكيل او عايز يحصل على صوره رسميه للحكم، كان يستلزم ان هو ينزل مصر
ويعمل توكيل المحامي ويطبق عليه من جهات التطبيق المعنيه في وزاره الخارجيه، وبعد كده يرجع تاني للخارجيه في المقر اللي هو مكان فيه ويعمل يصدق على تصديق وزاره الخارجيه المصريه. احنا حقيقه من هذا الموقع بنحب نشكر زملائنا في وزاره الخارجيه لان هم حقيقه يستوون كثير من السفن، بحيث اصبحت هذه الوحده يعني دور وزاره الخارجيه فيها في الخارج هام جدا، لان احنا جواها التصديق الخاص بمصر، فبالتالي المواطن من هناك خلص كل الاغراض بتاع مصر وتصدق عليها كمان بتصديق وزاره الخارجيه. فحقيقة هذه الوحدة يعني لينا من مشروع في الخارج هدفين، أولا تنمية روح الانتداء للوطن المصري والجمهورية الجديدة تهتم بالمواطن أينما تواجد مع السلطة الأداء الجديدية، بالإضافة إلى أنه يقدر خدمات ويسرة حقيقية بمقابل كان بيدفع له مبالغ قليلة جدا عشان يحصل. احنا هنا دفعنا الكل والمكان وكانها في اي مكان تواجدها بقى. واحنا كمان المرحله من 1/1/24 من خلال التكامل مع النيابه العامه هتكون وكانها نيابه اسره، فمن خلال هذه الوحده نستطيع ان يحصل المواطن على صوره رسميه من اعلام الوراثه، نستطيع المواطن ان يحصل على صوره رسميه من وثيقه الزواج، نستطيع المواطن ان يحصل على صوره رسميه من وثيقه الطلاق. عشان خاطر المواطن يبقى حاصل على الخدمه بصوره موثقه، بيطلع له ريسيت بتمام الخدمه، وهذا الريسيت بيبقى سند ان هو سدد المبلغ المستحق قانونا للخزانه العامه للدوله. بيضع البصمه الالكترونيه هنا برضو عشان خاطر المنظومه لازم يبقى فيها بصمه، يعني المحرر بتاع الشهر العقاري هو محرر شكل جدا، فلازم يبقى في بصمه المواطن وتوقيع المواطن ايضا. تمام؟ ده التوقيع الالكتروني يا فندم، ده التوكن اللي بيتفند المواطن عشان يجري هذه المعامله دي، التوكن يتحط. هنا الموظف بيحط التوقيع الالكتروني بتاعه عشان استقبال المنظومه الشكليه للمعامله.